أسرار الليلة عند لاعب كورة اسمه كفيل يخليك تقعد وتركز وتعرف حكايته، وكل ما يتألق يحصل اللي يخليه ترند، كل جول جابه في مشاكل حواليه، غرامة الزمالك. الموضوع أنا مظلوم فيه. خطوة صح أنت مؤمن بيها أن أنت سبت الزمالك ورحت الأهلي؟ أحسن حاجة حصلت في حياتي. هل الأهلي طموح لأي لعيب في الزمالك؟ حلم لأي حد يستخدم الأهلي ده في مصر كلها عشان الزمالك بس. حسيت ان انت اكبر من نادي الزمالك وده هدفع مليارات عشان اخد الانجازات دي والبس شيرت النادي الاهلي هعمل كده. كابتن مجدي عبد الغني قلت حسبي الله ونعم الوكيل فيه، ليه اتحاسبت عليه؟ ليه انا شاب اكل عيشي من الكوره ليه تظلمني وانا من دور ولاده؟ مرحبا رمضان. اسرار مع اميره بدر الليله 9:30 مساء. رمضان احلى على النهار.